بس كده علينا احنا كده اهو عشان تفضل ادام عليها كف سنين او حاجه. تمام 100 100. وعلى فكره بالمكنه يعني ولكن عايز تاخدها بالجلوك هو اللي عنده الشوك ده عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا استاذ عادل يا عسل. تعال نورني كده يا صاحبي. استناك. السلام عليكم يا رجاله. الجريزر او المطهر من بعد ما شفتها الله ينور عليك قلت يبقى 4 جنيه عادل ده. يعني ايه لو في اي سلك او اي شكوك او حاجه على الخط مشكلة؟ الصنفرة بص حاجة كده معانا المعجون والصنفرة والكل علبة المعجون بقى معانا المصلب بتاعها. امسك علبة المصلب دي ايه؟ نقلبها كويس كده. طبعا انتوا السيدة اللي عارفين يعني في الكلام ده بس ادينا ايه؟ نتسلى مع بعض يعني. علبة المعجون ده اللي هو اليونيفرسال بوليستر المعجون بتاع كله بتاع حديد ومجلفم. ترجع للدعم الفني قبل اي حاجه والمسارات الفنيه. بص علبة المعجون نفتحها كده بص بسم الله بس خلاص كده بس تيجي ايه عامله زينه زي الكريم كده بالصلاه على النبي. اي معجون بقى عربيات اهم حاجه تقرا المسار الفنيه. في معجون ده دي معجون اسمها برو ماكس. المعجونه دي كل الشركات عامله المعجونه اللي بتتمعجن المعجن دي هتلاقي في غالبا يعني في السيتنز او ال او ال اي شركه بقى اي شركه الار ام الجلازولين كل الشركات كلها تلاقي في الكبس بردك وفي الحاجات دي كل الشركات بتاع بصل عامله المعاجين بتاعت المعادن المختلفه. نبدا اللي احنا ايه نقلبها كده كده لا نعدي خرط كده علينا احنا كده عشان ما تخش هوا
عايز تسيبها زي ما هي سيبها، بس يعني يفضل ادام عليها الورنيش بتاعها لون ان انت ايه تقلبها كده كده مش كده. وعلبة المصلب بتتقلب طبعا. بقى الحته اللي هي العاليه دي ورق الصنفرمية. هي نركب الفتحات على الفتحات بسم الله. دي مكنة الصنفرة 5 اللي هي 3 على 16 5 من 6. بالصنفره كان ليها ايه الامتحان القديم خرجنا نصنفر بقى المعدن نفسه بقى لو في اي ريش او في اي حاجه هي إيه ورد نفسه ولا الصنفر.
كيورا الصنفرة بقى 180. واحيانا بديها 240 كده، بفرد ايه تمشيه على الجنب يعني، بس 280 ايه بقى يعني، بحيث ان المعجون يقعد فيها يعني يريح. واحيانا بمعجن على كده على طول. احنا نكون عارفين المعجون بتاعنا هينزل فين، احنا المعجون بتاعنا كل ده معجنه، معجن كل ده كده نعمل كله مع بعض في الفيلر والحته دي الرفرف تسري، والفيلر بتاعنا هينزل على القطعتين او البرايمر بتاعنا القطعتين. ده نفس المطار اللي هو مطار هانس رد جريزر اللي هو بتاع مدينة الطاعون او الكلام من ده، اللي بيطار بيه العربيات برضه، وعاملين عنه برضه فيديو بانواعه، في منه حاجات حاجات البلاستيك وحاجات للدهان نفسه. فيبا صاحبي نبدأ بقى ايه، بسم الله على بركة الله على المعجون كده، عبيله وديله طبق الشوربة صراحة. انا هنزل ايه على المرمل يوم الاثنين، اسحب سكينه واحده، مش هنسحب سكينه، هنسحب سكينتين كده وممكن ثلاثه، عشان عايزين ننقي كده شويه حاجات، ممكن نترس مره واحده ممكن، بس عايزين بقى نخلي كده ان شاء الله ايه ثلاث شويه نصلب. بصوا كده نيجي نعمل مصلب بقى،
بيكون من 2 لـ3%. اهو من 2 لـ3% مصلب حسب النشره، ولكن بيكون في الغالب كده يعني. دي قيمتك التقريبيه كان انت بتعملها، حاول تجيب ميزان وتعمل تدريبات لنفسك عليه، جرب نفسك على الميزان، حط معجونه خط شويه وشوف هو الجرس صح، مع الوقت ان شاء الله هتفهم الموضوع. ويعني يفضل المصلب يكون بعيد عن المعجون. ربما انا شغال دلوقتي حد ندى عليا رحت اعمل حاجه جينا مش عارف ايه، يبقى المصلب مش مع المعجون. نبدا اللي احنا بسم الله نعلق. وسط مختار ده وسط بتاعي انت، يلا خد حالك خد كام التصوير ده. نعم يا دوبك بتقعد في الحتة المعجون بتاع العلبقة والسكينة تقريبا حوالي من 3 دقايق لـ7 دقايق، يعني متوسط 5 دقايق تفضل حنينة كده. لو انت حاطط الحاجات صح يعني بعد الفترة دي تقريبا 5 دقايق. اللي في ناس بتقول هي المعجون ما بتنشفش معاكم يعني، هو بص طبعا توفيق من عند ربنا في الاول في الاخر. ثم نوع المعجون بصراحة بيكون جيد، يعني سواء المعجونة دي أو في أنواع معجون تانية أحيانا بنشتغل بيها بتكون جيدة. حاول تكون بعيد عن مروحة، يعني لو في مروحة هنا أو حاجة في مروحة أنا بضطر أفصلها، لأن المروحة بتنشف المعجونة وأنت شغال. الجو ما يكونش حر قوي، يعني أنت راكب معجن عربية مثلا مهتم بيها وعندك فرصة ما تقفش في مكان فيه شمس. واللي عنده ضعف حرارة الموضوع برضه بيصير في التعليق. المعجونة بص لسه حنينة. حنينة يعني طرية،
ويت. كده القشرة دي اللي هي ايه يعني يعتبر مش هتتصنفر ان شاء الله ايه او قعدت خلاص، حتى في عملية الصنفرة هتلاقي ايه اعلى يعني. ممكن بقى تجيب قطنة بتنور وتنضف، انا بصراحة انا بنضف كده. ممكن نجيب قطنة بتنور وتنضف ممكن. وينكي طبعا نورني الدنيا يا رجاله، وعم سعيد عليكم وعيد فطر وعيد اضحى مبارك عليكم. حته معجون على قد ايه الخليط اللي احنا عاوزين نلقطها؟ ما ينفعش هنا. بسم الله بسم الله. اذكر الله. الله يرحمه كان يقول لي خليك شغال في الصلاة على النبي. بحب يصلى على النبي كتير قوي. كتير عشان خاطر ايه ما تبقاش عالية برضه. ما تضغطش على الواقع، خليها هي ايه؟ ماشية كده. تمام؟ بص بقى على العجلة ازاي؟
برضك انك تغطي العجله كده بورقه وتغطي كده الفرده، اشتغل براحتك بقى، عفر براحتك بقى، براحتك العربيه من جوه الحمد لله ايه ولا تتبهدل ولا الكلام ده. تحسبه الوقت اللي هو استغرقناه عبال ما دي بدات ان هي كده نشف دي كده بدات انها تشف كده ما ينفعش تسحب بيها عريض اللي اذا كانت بقى ايه مكان فتحه مكان توتر حاجه نرميها فيها. لكن على الوضع ده كده بصوا بدا بس حصل ازاي كده بدا التحصل ايه عدى 5 دقايق كده تقريبا او 4 دقايق او 6 دقايق او 3 دقايق او 7 دقايق وصلنا كده بتاع بدا. منورين الشاشة وحوش لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيب نلبس جوانت بدل ما انت عمال تنظف في ايدك. يقولك الوقاية خير من العلاج. ما هي نظف زي ماشي بس الجوانت احسن. الله نور يا حناه ألف مبروك على النجاح يا صاحبي لسه نجح في الامتحان هو الامتحان ونجح هو دور التاني تعالوا اللي شغاله معاك اخبارك كويس يا عمي يا معلمي ايه اللي ظاهر ماله ايه Thank you.
زينة 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 غالية علينا زينة. اذكر الله يا 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 خليك في الذكر مع الله. صحة عقلية. المعجون اخد عليها حته بسرعه عشان اعرف اكمل ايه الاستقانيوس اللي هناك ديت. اخد عليها حته كده مديها حته مصلب. الحق نفسك يلا بسرعه ابو حميد. ماشي يا عمي بسرعه. اوام اوام اهو. انا ما اعرفش الحظ ده صح ولا غلط. ايه رايك في الموضوع ده؟ عادي ما كان كده بتدخل الموضوع ده. قول لنا وجهه نظرك في الموضوع ده. انت بقى لو طلعت زيادة واحنا ولا ايه بقى؟ ايوه يا استاذ ياهي. اعمل له امتحانات وانت قاعد الواد ده. اختبره اختبره. اعمل له امتحانات. اساله اساله في اللي هو قال والله. ايه؟ اسأله اسأله. الصنع. تعال يا اسطى تعال. يا تعالوا اقف يا اتفرج يا. طلع اتفرج كده ودردش معايا كده في الفيديو كده. Thank you.
يلا عشان تعالى اسالك شويه اسئله عشان انت وراك امتحان. لا خلاص ينفع اصلا، ينفع اصلا مره ده بتريح خلاص ينفع اصلا. احنا واحد واحد يضحك عليه، عيب عليه الراجل هو اللي بيقول لي بس ميه. طب ما تنده انا عارف العيال دي انها بتحب ترقع خواصر بعض. لما يكبر يعملوا ايه؟ عم كده ايه كده ايه يلحق كرسي ده انا كرسي اللي انت بتقعد عليه. لا اي كرسي يا ده 13 هو ساعتها يشوف وش بلاي 13 يا ده كلام هو يخاف من وش بلاي. انت عاوز تقعد على الكرسي ولا على الكرسي عشان كده؟ لا لا بس هو حرم من المره اللي فاتت. انا طلع على وش المره طلع على وش يوريك وش بلاي. حرام عليك لا حرام عليك لا 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 حرام عليك الجديدة جات اشتغلت معانا قعدوا معانا بتوع حوالي 4 شهور كده او حاجة. كازاك سيرون جديد شافوه بيترش وبيتعمل. كازاك سيرون. بسألهم سؤال هما الاثنين.
بقول لهم يا ابني الاستلام الجديد ده بترش ازاي؟ السؤال ده يمكن سالته لهم قبل كده. واحد قال لي بترش بندر وبعد كده اللون يعني وكده. الواد الثاني قال لي بنخف البويه بترر عشان تمسك وممكن نخفها بماء بس بتقطع احسن. وهو المفروض الاستلام الجديد ياخد قطنه بلاستيك. ايه بقى دول كمان مقصر مش في حاجه يعني ولا ايه؟ بسم الله. ان شاء الله ده ما كانش فيه بقى ولا تكريم ولا تنفيذ ولا اي حاجه ان شاء الله. حابب انضف ايديا كده قبل ما المعجونه تنشف على ايديا وايه تعبني عشان نخش ايه بالصفاره. ايه ده صعب؟ لسه محمد فاروق بيتبلى عليا هنا بوقع على مستر ابراهيم. ايه الصعب اللي انت مسكته؟ جديدة؟ لا قديمة. قديمة؟ اه. دي مصنفرة بصنفرة كام؟ 400. سليم ما فيهاش حاجة؟ اه ما فيهاش حاجة. جمد قلبك من الدور هم الكلمه والفتور ايد لوحدها ما تسقفش والمعجونه نشفت يا ناس. صح
شعور برضك القطنه بتنر حلوه ليه بتسيبها متنظفه القطنه بتنر وتخلص نفسك الحاجات دي غير ممكن نطلب منهم ما تاخدش بالك فعلا القطنه متنه لسه ده اللي انا بعمله ده. شوف بقى عامله ازاي السرير ايه بتسحب كده اهو نسحب دي كده اهو اهي نرمي كده اهو نرمي كده اهو واحنا راجعين بنخلي نصها فوق كده او الحرف بتاعها فوق ونسحب والتانيه رمينا كده اهو تعمل معانا حرف باين اهو نقوم طالعين نص البر عليه والنص التاني تحت وننيمه اصبح هنا ده رمى نازلين تحت شويه نص اوفرلاب اللي هو التداخل نسلم البغه لبعضها النص للنص كده ادي صاحبه اهي والتانيه ايه نسحب ناخد اللب الحرف والنازلين تحت اللب الحرف نقوم رميين كده اهو بدأنا من هنا اهو الثانية نقوم طالعين كده اهو ساحبين كده اهو نقوم رميين كده اهو نقوم مخليين نصها على نصها على الفنان فنان ابو جمال اهو فاروق الفنان فنان يا اخوات فاروق طبعا انتوا عارفين فنان يا جماعة فنان نقوم ساحبين كده صح يا محمد؟ اه ايه الباغة لما بتيجي نرمي معاكم اهو نعمل معاكم كده اه كده في الصفحة الثانية بنطلع الباغة شوية نرميين كده اهو نرمي تحت ونطلعين سنة كده نرمي تحت الفنان يا جماعة أحمد جمال الخطوط الفنان الفاروق الله أكبر عليك يا جماعة نخش بقى في الصفارة الصفارة عايزين نعمل شوية شغل إبداع يا جماعة شوية شغل إبداع مفروم عم رمى إن شاء الله نصوره يابا والله إنك معاك مرافع حتى حادثة كده يا صاحبي والله ما انا معاك حتى حاسه كده مصورها والله ايه بقوله اللي عندي قلبت من فضلك الناس ياض عادي استنى الاول ماشي خد ياض حلو على الله عليك ولا بكره تنزل تجيب بتاعي منين؟ جماعه من عندي دي ايوه جبت برنت فين؟ بكرتك معاك تحت فين دي؟ دي دي لا يا حبيبي في بكره غير ديت بقول لك ايه ركز معايا ايه بكره ابيض روح عند اهو هات 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 هو الشغل الهليبة بتاعكم ده بسم الله عايزين نطلع في وسط الرايين روح انا شايفه اهو قال لي خدها قال لك خدها لا ما تنزليش حطها على حته وقال لي ايه بقى في الفيديو ما بقول لك ايه غنطة هيقلبوني ولا لا والحاجة قصادي ايه ده لازم الواحد يكون شبيح دي ورقة الصنفرة اللي هي القديمة المية برضو هي ألم بيها ايه لو في اي حاجة كده واحدة تمشية Oh.
كان قال لي عشان خاطر الشنطارة ما تلبيتش ممكن ترش بتاع دوت سبيداج عشان ما تلبيتش معايا. بس معطم البودرة دي ده البودر مية بقى بس جديدة بقى. دي مكنة قطرها 5 بوصة او ممكن 6 بوصة يفضل 6 بوصة انا عارف. دي 5 بوصة. انا بستنطر تمام 100 100.
تجيب ورقه صنفرة جديد وتخلص نفسك عادي شغال. ما تجيبش ورقه جديده، هات نفس الورقه دي. بص هنا مفيش تلبيد ولا حاجه، الحمد لله الامور تمام. ممكن يكون في شيء خفيف جدا استفاد بيها، شيل وش المعجونه دي لو في حاجه تلبيده او حاجه تشيلها افضل يعني، ما دام ترميها وتجيب واحده جديده. وظف دي وبعد كده هات واحده جديده. يعني ايه واحده معانا جديده 100 اهي، دلوقتي جينا اهي معانا نفنشه ونسحقه كله يعني، وجهة نظر يعني مش اكتر. افضل اننا نصنفر المعجون الشديد الاول وبعد كده نفنش. ليه؟ عبال ما هنعم ده واخد حروف وافنشه ممكن القطعة اللي جنبها تكون عظمت جامد تتعبني بعد كده في الصنفرة، فنشيل ايه المعجونة كلها الاول وبعد كده نبدأ ايه بقى نحان فيه وناخد الحروف والكلام ده. Thank you.
يا عم الشاب عم احمد بقول لك اديله الظبط انا احط عليك سمباوي الصنفرة المية بالمية وثمانين الاسود ده طول ما هو موجود معنا كده اللي احنا ما صنفرناش لو فضل موجود جوه الخربشة المية بعد مية وثمانين يبقى محتاج مية وثمانين تاني يا اما هي حتة واطية او محتاجة معجون بس لو واطية ومحتاجة معجون هتجلك من دلوقتي اصلا الحب كله بيتراضى صلى على النبي في سر عليه الصلاة والسلام طبق خفيف العندين بتاعي مية وثمانين هي ليها مسمار فوق اهو بص مسمار فوق اهو بص داجر داجر ده اللي هو اللي فوق ده بياخد المسمار اللي بياخد المسمار اللي فوق هنا برضه ده اللي عايز عليه بص لو حطينا ديت مش هتنفع بص مش هيبقى صح هو اللي فوق ده مع اللي فوق ده المسمار بتاعك 5 مللي كورد صنفر المية اخرها هنا هو ايه المية وثمانين وصنفر مكان المية هنا هو يعني تعديها بقى لونه بيفتح ازاي كده احنا ماشيين صح ده بقى ده الصنفر وده لسه ده غامق اهو ده محتاج تانية عادي جدا على فكرة
عندي حته بلديه ولا حلو على فكره بالمكان يعني، ولكن عايز تاخدها بالجلوك هو اللي عندي شفت عادي. السلام عليكم يا رجاله. كده الحمد لله. بص المعجون قاعد في الحيطه تمام. خدنا بالنا ياخد بقى البرايمر بتاعه. قاعد تسلم. طبعا بقى البرايمر بتاعه واتصنفر برضو يعني اتصنفر كمان البرايمر بالكاوتشه يكون 100 برضو يظبط معاك بالمكنه برضو زي ما ايه اكنك بتعمل البرايمر ده معجون اللي عليه عامل ان هو يظبط معاك الرعشه والخفيفه والكلام ده. خلي بالك تمام كده احنا ان شاء الله نبطل البرايمر ده لو في ان شاء الله نصيب ان يكملوا مع الفيديو دون ما كان في فيديو تاني او ما رشناش برايمر ان شاء الله بقى نشوفكم على خير وامر الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. البرايمر بتاعنا ممكن يكون معاك شوية ايبوكسي برايمر او اساس فيلر اللي هو بينزل على المعدن، حتى لو شوية ايبوكسي تاخد بيهم المعدن كده على قده، اي معدن عاري كده على قده واخد بالك، وبعد كده تديله كل وش فيلر اساس فاصل لو هو مش مصرح يعني ينزل على المعادن، او في ناس عادي بترش الفيلر يعني لو حته مكشفه صغيره او حاجه ان شاء الله الامور ما يجراش حاجه، ولكن لو انت عاوز تمشي خطوات سيستم صح يقول لك الحاجات دي اديها وش كده، حتى لو سبراي وش برايمر او شويه ايبوكسي المعدن ده، وبعد كده كله الاساس الفاصل اللي هو الفيلر، و او ممكن تديله وش ايبوكسي او وش برايمر، اهم حاجه ترجع لنشره في النهايه والدعم الفني، وبعد كده تديله اساس فاصل. واحيانا عادي يعني ممكن ابص لو معدن صغير كده كاشف ممكن ترشه فيلر يعني في شكل ان هي حته صغيره يعني مش عرضه يعني ان يحصل فيها تجمع ميه او مشاكل يعني او حاجه. المهم انت بتجيب البرايمر بتاعك بسم الله ونبدأ نرش بقى ايه البرايمر بتاعنا. بس تكون عارف الايبوكسي او الوش برايمر وحسب برضو النشرة الفنية. احنا ممكن نرش وش ايبوكسي ونرش عليه بعد 5 دقايق مجرد ما يتهوى وش ايبوكسي تاني او وش فيلر، وبعد 5 دقايق نرش وش فيلر اساس فاصل تاني. الايبوكسي لو انت هترش وش ايبوكسي برايمر لو هترش عليه فيلر اللي هو الاكريليك بقى الاساس الفاصل ده بتستنى تقريبا نص ساعة او 40 دقيقة او تلت ساعة حسب النشرة الفنية يعني ما بتقول لك، بتكون فترته اكتر
ما بين الفيلر والفيلر، لان الايبوكسي ماده لو رشيت عليها الفيلر وهي لسه طريه ممكن تفتح وتعمل معاك مشاكل، فالافضل تستنى شويه، مش مجرد تمط بس، لا تمط وتتهوى تاخد وقتها كمان كده. تقريبا بتكون مده كده النشره الفنيه محدده بتكون حوالي نص ساعه او 45 دقيقه، وممكن توصل لساعه كمان على حسب النشره الفنيه للمنتج. يعني احيانا بصراحة بفضل ان لو حتى معايا جزء يعني جزء عاري او حاجة بديله صاج يعني كاشف، بديله الاول وش لوحده حتى لو برايمر عادي يعني الاول لوحده، عشان في عملية الصنفرة ما يكشفش معاك بسهولة او حاجة، يكون اكنك اديته قشرة معجون زيادة او كلام من ده يعني. الهواء ضعيف شوية صح؟ محبب شوية ده بقى. هنا بقى الحته دي عشان خاطر فيها ظبط، عايزين نريحها بالكاوتش يمين وشمال وكده فوق وتحت، واهم حاجه من تحت يا جماعه عشان تحت الجزء. ايوه ما بقول لك من تحت لما سددت ارتاح. ها من تحت ليه؟ اصلا فاروق تسلم ايديكم يا وحوش، الصلاه على النبي. ايه ده يا رجاله الحلوات ده يا رجاله، تسلم ايديكم، تسلم ايديكم يا وحوش، تسلم ايديكم. عاش 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 رجاله الرجاله، عفاريت السيال ابيض عليكم ان شاء الله نهاركم كله لسه يتهوى وياخد وش تاني بامر الله. تاني وش كده بعد الفلاش تايم. ممكن نرش كله ايبوكس برايمر يعني ممكن، بس ترجع للدعم الفني الاول يعني، لكن اتعاملنا مع دعم فني سمح بالموضوع دوت، قال لك ماشي مفيش مشاكل. ليه؟ لان كل شركه وليها كميتها وهي اضرب حاجتها اللي ينفع على ايه واللي ما ينفعش على ايه، لان هو بيديك الضمان في الاخر، اي حاجه حصلت هو المسؤول، فهو بالتالي بيديك جرانتيه على حاجات هو مجربها عنده. يعني في حاجات بنشوفها في انظمه بصراحه حاجات عالميه معروف، حاجات غريبه بس هو سامح بيها. يعني انواع فيلر بينفع للاكسدامات بتخلطها كده بمواد معينه بيحولها، برايمر بيشتغل بلاستيك وفي نفس الوقت بيشتغل للمعادن اللي هي بيشتغل طري على طري، يعني بلاستيك وطري على طري في نفس الوقت. ايه لو حاجه جديده بياخد بيها يعني ويت ان ويت اللي هو الان اس النان ساندنج ده بيشتغل الاثنين بلاستيك وده، وانظمه سمحه تحط انك مصلب على البسكوت يحسن لك التماسك في الالون الثري كود، حاجات كتيره. فدايما ما حدش يزعل لما بنقول ايه بنوجهك للنشره الفنيه والدعم الفني، لان هو اضرب كميته واضرب منتجاته. يعني في الفيلر مثلا معروف لو السرفيسر ده انه ما ينفعش ينزل على المعادن، على المعدن العالي ما ينفعش. في شركات عامله حاجه في الفيلر ده اللي هو السرفيسر بينزل على المعدن عادي، اللي هو الفيلر الدي تي ام دايركت ميتال، مسموح ان ينزل على المعدن مباشر على طول عادي. اقول له لا ما ينفعش، هو كميته كده بقى، قال لك اه ينفع. مع انك لو كلمت حد في الـ في الـ في الـ في المعمل يقول لك لا الفيلر ما ينفعش، لكن هو حاطط اضافه تسمح انه ينزل على المعدن مباشر. يعني لو معانا باب جديد حديد حديد بنديله اما ايبوكسي اما وش برايمر ونكمل بقى الدهانات بتاعتنا. ده عمل لك فيلر اساس سيرفيسر بترشه عليه عادي مش اي مشاكل، هو كميته كده. تسلم ايديكم يا رجاله. في الصنفره بقى ايه برضك يتصنفر كل ده بالبلوكه كده يكون افضل يعني، وبالمكنه برضه يعني نديله المكنه، ولكن عايز ايه برضك انت تسرح بخيالك بالبلوكه شغال. الفيلر عليه عامل ان هو بيظبط الرعشه والريجه والكلام ده. تسلم ايديكم. او البرايمر عليه عامل يعني سواء ايبوكسي او فيلر او اي نوع برايمر انت رشه يعني على المعجون ده. تسلم ايديكم. عاش يا
حتى ريال الحمد لله ظابط اهي عادي. انت ماسك المكنه كانها بلوكه صنفر بيها تظبط معاك ان شاء الله. حتى دي بس امراه يهمني شويه عشان ايه بومبي هي وقصه كده. عاش يا هوش. عارف انا ايه ديت؟ ده ايه ده؟ حد بينطر حاجه هنا، بيلم حاجه نطر حاجه، ده شكله كده حد نطر حاجه. وجات باودر بقى برضو مع الفيلر ده على فكره تظبط لك الدنيا كويس قوي، اللي هي البضاره دي. وش اتنين تلاته عادي، اهم حاجه ما تخالفش نشره فنيه. تسلم ايديكم. انا بمسكه بصراحه بالمكنه، بجيب المكنه اللي احنا كنا شايفينها دي، بشيل الوسيط، ما بشتغلش بالوسيط، بصنفر بدون وسيط في الاول بالصنفره 320 مثلا او كده، وبعد كده بجيب الوسيط بقى الانترفيس ده بركبه وصنفر بقى بال 400 مع الوسيط وال 500 والقصه ديت. واحيانا لو حته فيها شغل بومبي ومش عارف ايه وكلام من ده، حته زي دي ممكن اجيب لها المكنه القالب واظبط فيها اريح فيها الاول لوحدها يعني. بس اشيل بس اللي على الوش الاول بالمكنه كده، بحيث ان البلوكايه دي ما تلبدش او كلام من ده، لان المكنه ايه بتشيل اللي على الوش الاول يعني. تسلم ايديكم، تسلم ايديكم. اخش بفضل الله تم كده الموضوع، ما تنسناش في دعوه حلوه، عجب حلوه، تعليق جميل ماشي، ينورنا الشراكة في القناة. اللي عنده أي استفسار أي إضافة سيب إضافتك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البتاع دي هيقرص 400 والسبونج. بتاع المعجون الصبح كده برضه كده، حاجات السمك ده ما بتستحملش يعني، ولا اعمل ايه؟ يعني احط على دوت ولا نعمل غيره؟ بصوا النتيجة دي، احنا خدنا الحروف الأول وبعد كده خدنا بالمكنة ناخد بلندنج أو بيندر وبعد كده بيز و بسم الله. هنا الحمد لله بعد الجفاف تاني يوم، ما خرجش سخن ولا حاجة، ما شاء الله صلبت ورنيشة اتش اس. تسلم ايديكم يا رجاله. هاي الاورنج بيل اللي هي نازله بيه، الحمد لله الميه حلوه اللي هي دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل.